من بغداد مباشره ينضم الينا النائب سعود الساعدي عضو لجنه النزاهه النيابيه اهلا بك سيد سعود هناك تكثيف في عمليات ملاحقه المتهمين بالفساد واذكر منها خلال يومين مديره المصرف الزراعي السابقه في دياله واحد المتورطين في قضيه الاراضي بالانبار بالاضافه الى استرداد مطلوب من الامارات هل يؤشر ذلك نشاطا في ملف مكافحه الفساد ام هو على العكس مؤشر على انتشار الفساد بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام أهلا بك هي بالتأكيد عمليات تبين و تعرف على حجم الفساد وفي نفس الوقت هي تكشف عمليات فساد الفساد موجود للأسف في المشهد العراقي اعتاشة وتغلغلة في الدولة العراقية وفي مؤسسات الدولة واليوم نحن نعيش مرحلة نستطيع أن نطلق عليها أنها مرحلة تكثيف ورفع نسبة الفاعلية في كشف وملاحقة ملفات الفساد مع تحديث المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتغييرها وتغيير بعض المواقع فيها سواء على مستوى هيئة النزاهة او حتى الوضع البرلماني الجديد والجهاز التنفيذي والهيئة العليا لمكافحة الفساد هذا من جانب ومن جانب اخر على مستوى ايضا معالجة الثغرات في القوانين المعنيه، لذلك ارتفاع نسب الكشف عن الفاسدين او الكشف عن عمليات مكافحه الفساد والقاء قبض داخليه او حتى خارجيه هي تعبر عن نسبه كشف لعمليات فساد وتعكس فاعليه نوعا ما طيب. نسبيه في عمليات مكافحه الفساد بحاجه الى تفعيل وتطوير و إرادة أكبر وأكثر تسعى إلى كشف إن كان ممكن كل ملفات الفساد وإن كان غير طيب ممكن طيب أستاذ سعود. فعلى الأقل الحد الأعلى من عمليات الفساد وخاصة العمليات الكبرى طيب النزاهة في تقريرها السنوي قالت نعم. أن أجراءاتها أدانت أكثر من ألف متهم بقضايا الفساد في 2022 لماذا لا يشكل ذلك رادعا لعمليات الفساد برأيك؟ بالتاكيد لا يشكل رادعا مجرد يعني الكشف عن عمليات الفساد او القاء قبض على فاسدين وانما القضيه بحاجه الى رؤيه متكامله رؤيه لمكافحه الفساد شامله بحاجه الى اشراك المواطنين وتثقيفهم باجراءات وعمليات المحاسبه والرقابه ومسانده الاجهزه المعنيه بحاجه الى تغليظ وتجديد العقوبات في قانون العقوبات العراقي خاصه فيما يخص الفساد مكافحه الفساد المالي والاداري بحاجه الى استحداث قوانين جديده في هذا الاطار داعمه لجهود مكافحه الفساد وعليه نحن بحاجه الى منظومه متكامله اجتماعيه ونيابيه رقابيه تشريعيه وكذلك اجتماعيه لزياده اجراءات الشفافيه وتحويل هذا العنوان إلى يعني شفافية مطلقة بإجراءات عملية وميدانية طيب. وليس مجرد نعم شعارات سياسية. سعود. نعم, إن كنت نعم. كنت أعتقد البرلمان. أن كل هذه نعم البرلمان نعم. يتميز عن الجهات الرقابيه الاخرى بانه يتمتع بصفه التشريع ورغم ذلك هناك من يشكو ضعف التشريعات الخاصه بمكافحه الفساد في العراق هل تضع لجنه النزاهه في جدولها المزيد من القوانين الخاصه بمكافحه الفساد واسترداد الاموال نحن في لجنة النزاهة نحاول أن ننظم عمل لجنة النزاهة بالاشتراك مع بقية الأعضاء الآخرين وإيجاد نظام داخلي وقانون ناظم لعمل الهيئة حتى نتمكن من اقتراح مشاريع قوانين تعالج هذه الثغرات والفراغات نحن مثلا قبل ايام عرضنا ككتله حقوق النيابيه مشروع مبادره لمكافحه الفساد اقترحنا فيه مشروع محاكمه رئيس الجمهوريه والسلطه التنفيذيه اقترحنا تعديل قانون العقوبات العراقي فيما يخص مكافحه الفساد المالي والاداري واقترحنا ايضا تشريع مجموعه من القوانين الاخرى نعم مجلس النواب بحاجه الى ثوره تشريعيه بهذا الاتجاه او اعلان ما يمكن ان نسميه بحاله الطوارئ التشريعيه في لمكافحه الفساد لان حجم الفساد والملفات مفتوحه بحاجه الى تقنينات وتشريعات واجتراح عناوين عمليه وليس ايضا مجرد ادعاءات ببرامج عمليه على الارض تحاول ان تستوعب كل هذا كل افرازات طيب. هذه الافه الفاعله للاسف في المشهد نعم. السياسي التي تحولت من عمليات فساد فرديه الى عمليات فساد مافيوية منظمة نعم هناك الكثير من الحديث حول الفساد في العراق والكثير أيضا عن الاتهامات التي لا دليل لها كيف ينبغي أن يتم الفرز بين الجرائم الحقيقية وبين الاتهامات التي أصبحت رائجة في العراق من خلال العوده الى القوانين المعنيه واسقاطها على الارتكابات او الممارسات سواء كانت مجرد اتهامات او جرائم حقيقيه اما تكون بالجرم المشهود وبالدليل الواضح وبعد اكتسابها الحكم القطعي بالتاكيد القضائي فهي تتحول الى جريمه او من خلال اسقاطها على القوانين كما اسلفت كقانون النزاهه والكسب غير المشروع او قانون ديوان الرقابه الماليه او قانون العقوبات العراقي لذلك لا يمكن اطلاق الاتهامات جزافا، لا يمكن اطلاق تعميمات تسعى الى التغطيه على الفساد عبر اتهام الكل بالفساد وارتكاب الفساد، هي تحاول ان تغطي وان تحمي وان ايضا تتهم الاخرين، لذلك لابد من الفرز ما بين الاتهامات التي تطلق جزافا والتي قد تكون لدعايات سياسيه او اغراض انتخابيه او تعبويه وما بين الجرائم الحقيقيه. النزاهه طرحت رقم هاتف للتواصل مع المواطنين حول حالات الفساد، لكن أنتم كنواب هل تتواصلون مع لجنة النزاهه بهذا الخصوص يا وأنكم تمتلكون قدره أكبر على التحرك وفتح الملفات؟ تقصدون نتواصل مع هيئه النزاهه، بالتأكيد نعم. نحن أبوابنا أبواب مكاتبنا مفتوحه، أرقام هواتفنا متاحه منصاتنا على التواصل الاجتماعي أيضا مفتوحة ونستقبل أنا شخصيا استقبلت مجموعة من الشكاوى وصلتني مجموعة من الملفات وبدأت بفتح هذه الملفات ملف شركة سيركو مثلا في مطار بغداد شبهات الفساد في السلة الغذائية التي أيضا فتحناها قبل أيام ملف فساد في وزارة الثقافة وهناك أيضا حديث عن ملف فساد في شبكة الإعلام العراق أيضا نقوم بجمع الأدلة عليه وفتحه في قابل الأيام لذلك نحن نتواصل مع الهيئة ك جهه ومؤسسه معنيه بمكافحه الفساد وعملها مرتبط بشكل مباشر مع لجنه النزاهه النيابيه التي استضافت رئيس هيئه النزاهه قبل ما يقرب من شهرين والكادر المتقدم وناقش تعديل قانون النزاهه والكسب غير المشروع لسد الثغرات ومحاوله ايجاد اجراءات شفافه اكثر وسد ابواب الفساد وتفعيل اجراءات الرقابه والوقايه كذلك. نعم عضو لجنه النزاهه النيابيه السيد سعود الساعدي شكرا جزيلا لانضمامك الينا